O eseri ve onun gibi birçok eseri ülkemize kazandıran büyük lider geliyor. Demokrasimizin muhafızı والكلمة الآن لرئيس الجمهورية ابن الأناضول الذي تفتخر به تركيا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان İşte milletimizin gururu, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Anadolu'nun yiğit evladı. Ha kad jaa batl al-Anadol, sammam aman Türkiye, alladhi yaftakhiru bihi şa'b Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, yetekaddamu ila al-minassa. Majesteleri, السادة hükümet başkanları, رؤساء ومسؤولي الدول الصديقة والشقيقة السادة ضيوف الكرام أهالي إسطنبول الأحباء إخوتي الأعزاء السادة والسيدات أحييكم من أعماق قلبي بكل شوق ومحبة نحن نفتتح اليوم جسر السلطان سليم الأول والطريق السريع الشمالية ليكون هدية لشعبنا وبلدنا ولكافة سكان أوروبا وآسيا إن مشروع هذا الجسر قد أعده ثلة من الوزراء والإداريين والشركات والمهندسين والعمال أحييهم وأبارك لهم هذا الإنجاز العظيم في هذه المرحلة تبدل على تركيا ثلاثة رؤساء وزراء وكما وقد عملنا في هذا المشروع مع السيد عبد الله جيل ووضعنا معه حجر الأساس كنت أنا رئيس الوزراء وكان هو رئيس الجمهورية وكان وزير النقل والمواصلات ورئيس الوزراء الحالي السيد بن علي يلدرم وضعنا حجر الأساس لهذا المشروع ونحن فرحون استهزأ بنا الكثير والسخير منا عجزونا وقالوا انكم لن تستطيعوا ان تبنوه وجاء البعض ليحتج هنا في هذا المكان على هذا المشروع ولكننا قلنا لهم لن نتراجع عن هذا المشروع سنواصل العمل فيه ونحمد الله تعالى على اننا الآن نقف هنا على هذا الجسر ونحمد الله تعالى على أننا أنهينا بناء الجسر لقد فعلناها إخوتي الأعزاء إننا الآن نفتتح هذا الجسر معكم هذا مشروع يفتخر به الشعب ونحن نفتخر بالشعب أنتم شعب مختلف أنتم واجهتم الدبابات والمروحيات والمدافع والطائرات أنتم شعب جابه آلة القتل لم تسمحوا للانقلابيين بالنيل من الديمقراطية ولذلك فإن مثل هذه المشاريع تليق بكم أيها الشعب الجسر الأول
سميناه جسر الشهداء 15 من تموز. أنتم سميتم ذلك الجسر بهذا الاسم. الجسر الثاني هو جسر السلطان محمد الفاتح، والآن نفتتح جسر السلطان ياوس سليم. هذه الجسور تليق بهذا الشعب، وبإذن الله تعالى، وكما تعرفون فإننا حفرنا نفقا تحت مضيق البوسفور. عندنا خط مرمراي تحت البوسفور، وفي ديسمبر القادم سنفتتح نفقا جديدة تحت البوسفور لعبور السيارات، وإننا سنحقق كل مشروع يليق بهذا الشعب. إننا نعمل من أجل تطوير البلد، لا نكتفي بالكلام، إننا نعمل على الأرض. نحن في هذا اليوم الجميل وفي هذه المناسبة الرائعة، شرفنا ملك البحرين الخليفة ورئيس مقدونيا السيد يوانوفا والسيد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية السيد أكنجي ورئيس البوسنة عزت بيغوفيتش ورئيس بلغاريا السيد بوريسوفا ورئيس مجلس والسادة مسؤولي الدول الصديقة والشقيقة وممثلي تلك الدول، شرفونا هنا وأنا أشكرهم على ذلك باسمي وباسم شعبي. نحن نعرف في الأيام الصعبة، نعرف أصدقاءنا الحقيقيين، وسعداء نحن بأن نراهم إلى جانبنا في السراء والضراء. إخوتي الأعزاء، نحن نفتتح اليوم جسر السلطان ياوس سليم لنربط بين القارتين. نحن الآن في الجزء الأوروبي وسنمر إلى الجزء الآسيوي. هذا الجسر ستمر عليه السيارات والقطار، وبهذا الشكل سيكون الجسر الأول في العالم من حيث هذه الخاصية. نحن نفتخر بهذا المشروع، وبإذن الله تعالى سيساهم هذا الجسر في تقديم خدمات لمختلف شعوب العالم. نحن نفتخر بهذا الجسر. سترون أن كثيرا من الأفلام ستصور هنا على هذا الجسر، وتعرفون فإن إذا كما يقول المثل التركي، إذا مات الحمار تبقى بردعته، وإذا مات الرجل تبقى إنجازاته. قبل فترة افتتحنا جسر السلطان عثمان الغازي على مضيق إزمت، وقد لاحظتم الفرق في المواصلات بين ما قبل ذلك الجسر وما بعده، والآن سترون الفرق هنا في إسطنبول. ونحن الآن سننهي مرحلة الإعداد لبناء قناة إسطنبول الكبرى، ونحن نعمل من أجل بناء جسر على مضيق الدردنيل في جنوب بحر مرمرة. وبإذن الله تعالى وبفضل هذه المشاريع الكبرى ستتحول تركيا إلى جوهرة في العالم، ولذلك هم يغارون منا، لذلك هم لا يهضموننا، إنهم يحسدوننا على هذه المشاريع الكبرى. نحن
أبناء أجداد العظام، نحن نقوم بواجب مقدس. قبل شهرين افتتحنا جسر السلطان عثمان الغازي في بحر إزميت، وبنينا كذلك جسرا على بحيرة كبان في جنوب شرق الأناضول. نحن نعمل والبعض يتحدث، نحن عندنا العزيمة. ماذا قال أجدادنا؟ إن الإيمان يعطيك قوات، يخرج يجعلك تحلب التيوس أو تخرج الحليب من التيس. نحن نعمل الآن على بناء ثالث مطار في إسطنبول ليسافر منه 90 مليون في المرحلة الأولى، وعندما ننهي المشروع كاملا سيسافر من هذا المطار الجديد 150 مليون مسافر، سيكون أحد أكبر 3 مطارات في العالم، وسيكون المطار الأول في العالم عندما ننهيه بمراحله كاملة. ونحمد الله تعالى إخوتي الأعزاء، وعلينا ألا ننسى أننا نتوسل بالأسباب والله يعطينا النتيجة. علينا أن لا ننسى تلك الكلمة الرائعة، لقد أمرنا بالغزو وليس بالنصر. نحن في غزوة، والنصر من عند الله تعالى. ولذلك فإننا نعمل الآن على إنشاء نفق تحت البوسفور بثلاث طوابق، وسنواصل الإعداد لسلسلة أخرى من المشاريع، وعندنا عدد من المشاريع نعمل عليها خطوة خطوة. كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أننا في الطريق الصحيح، رغم المشاكل التي تعترضنا، رغم أن هذا العام واجهنا فيه مصاعب كثيرة، ولكننا نتقدم بشكل صحيح وسنتخلص من تبعات المشكلة الأخيرة. عندنا بعض المشاكل في الصادرات والسياحة، ولكننا نحاول لملمة الأمر. بعضهم حاول عرقلة الاقتصاد التركي، ورغم الهجمات ورغم المشاكل فإننا نعمل ونواصل السير في طريق المنجزات. تركيا لن تكتفي بهذا الجسر فقط، لقد عشنا في السنوات الثلاثة الماضية مشاكل كبرى. وفي هذه السنوات الثلاث التي بنينا فيها هذا الجسر واجهنا كثيرا من المشاكل، كانت يمكن أن تحطم دولا، ورغم الهجمات ورغم المحاولات الانقلابية والمحاولات الإرهابية فإننا استطعنا أن نصل إلى هذا اليوم. في شهر أغسطس وفي حزيران 2015 وفي شهر نوفمبر أيضا نجحنا في إثبات الإرادة الشعبية، ولو لم ننجح في ذلك لما وصلنا إلى هذا اليوم. التنظيم الإرهابي الانفصالي عمل على السيطرة على مناطق في جنوب شرق تركيا، ولكننا أفشلنا خطتهم. وفي النهاية وفي تموز 2016
واجهتنا محاولة انقلابية مسلحة ولو لم يحبطها شعبنا بموقفه البطولي لكان وضعنا مختلفا جدا في مثل هذا اليوم. ولذلك فإنما يقوله الشعب يقول نحن شعب واحد، يقول إنه لدينا علم واحد ولدينا وطن واحد ولدينا دولة واحدة. نحن شعب واحد، 80 مليون شعب واحد، أتراك وأكراد ولازو وشركس وجرجين وأباسطا وغجرا وبشانقة وألبانا، كلنا 80 مليون مواطن، كلنا شعب واحد، عندنا علم واحد. لا يوجد علم مثل علمنا، لا نعترف بأي علم آخر. وعندنا 780 مليون متر مربع هو وطن واحد ولن نتنازل عن شبر منه. وعندنا دولة واحدة، لا نعترف بدولة داخل الدولة. وبعض الذين يسعون لإنشاء دولة موازية بدأوا يفرون الآن. قلنا إننا سنستأصلهم وقد فعلنا ذلك. إخوتي الأعزاء، إننا الآن في هذا اليوم كما تعرفون قد استشهد اليوم 11 من مواطنينا، وعندنا 78 مصابا. أنا أترحم على أرواح الشهداء وأدعو بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى. وكما تعرفون فإن مدينة غازي عنتاب قد شهدت عملية إرهابية نفذها طفل من داعش. الدواعش وضعوا في جسد ذلك الطفل متفجرات وأطلقوه على عرس فقتل أكثر من 50 مواطن. كانت ليلة حناء العروس، وقد أصيب في ذلك الهجوم أكثر من 100. ليس توجد علاقة بين تلك العملية والإسلام. هؤلاء ليسوا مسلمين. لا تنظر إلى العلم الذي يرفعونه. كلمة التوحيد التي كتبوها على العلم إنها تقية. لا تنظر إلى كلمة الله وكلمة محمد التي يرفعونها. الله تعالى يخبرنا في كتابه العزيز أنهم يستغلون اسم الله لمحاربة دينه. إنهم يكفرون المسلمين، يكفرون المصلين، ونرى ذلك في سورة المعون. الذين هم يراءون ويمنعون المعون، يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون المعون، هؤلاء لديهم أسلحة، دبابات ومدافع، ويستخدمون أطفالا في عمر 12 و14 يضعون فيهم في أحزمتهم أحزمة ناسفة ويفجرونهم. هذا ليس من الإسلام. الإسلام دين السلام. هؤلاء شوهوا صورة الإسلام، ألقوا بظل الإرهاب على الإسلام، ولكننا سنحبط كيدهم. الشعب سيكيد لهم. أنا أترحم على كل شهدائنا وأدعو بالشفاء لجرحانا. إخوتي الأعزاء، مهما كان أصلنا،
فإننا أبناء هذا الوطن، نحن أبناء تركيا، علمنا باللون دم الشهداء، هذا هو علم تركيا. هذا البلد فيه 81 ولاية، فيه 780,000 كيلومتر مربع، هذا هو بلدنا وهذا هو وطننا وهذه هي دولتنا. عندنا 4 مبادئ هي صمام الأمان لوحدتنا ومستقبلنا، ولذلك فعلينا ألا نسمح لأحد للنيل من هذه المبادئ 4، لأن شعبنا قد واجه الموت يوم 15 من تموز دفاعا عن هذه المبادئ 4. ومن لا يعرف ذلك فليقرأ، ومن نسي فليذكروه، ومن تعامى عن ذلك فليفتح عينيه ولينظر ولينتبه الجميع. علينا أن نلتزم بمبادئنا 4، نحن شعب واحد بعلم واحد ووطن واحد ودولة واحدة. علينا أن نواصل رفع هذا الشعار. إن سلاطين العثمانيين كانوا محاربين أقوياء وإداريين حكيمين، وكانوا أيضا شعراء مفوهين. وأنا أذكركم بأن السلطان سليم الأول يقول في أحد أشعاره: إن الاختلاف بين الشعب سيزعجني حتى وإن كنت في القبر، وإن وحدتنا هي ضمان الانتصار على العدو. رحم الله السلطان سليم الأول. إن السلطان سليم الأول اسمه خلدناه في هذا الجسر ليكون مثالا ونموذجا لمبادئ السلطان. ربما لا تعرفون، أريد أن أذكركم، السلطان ياوس سليم تعرفون اسمه، جامعه في حي الفاتح بجانب ضريحه في إسطنبول، وأدعوكم لأداء صلاة الجمعة هناك في جامع السلطان سليم الأول. ونحن عندما فتح أجدادنا الأناضول عام 1071 في مثل هذا اليوم في 1922 بدأت معركة التحرير التركية. في نفس هذا اليوم نفتتح هذا المشروع. شهر أغسطس فيه كثير من المآثر: معركة مرج دابق، معركة أطلق باي، معركة تشالدران، معركة بلغراد، معركة موهاتش، معركة قبرص، كل تلك المعارك التي انتصرنا فيها، وكذلك مؤتمر سكاريا ميدان savaşı gibi gerçekten de. وإن التاريخ تاريخنا حافل بالمآثر في مثل هذا الشهر. وفي الأساس فإن مآثرنا مكتوبة في كل أيام تاريخنا، لأننا عندما ننظر إلى التاريخ كشعب عندنا دولة عمرها 1000 عام، وعندنا حضارة عمرها 1400 عام. الوحدة والعمل المشترك هو ما يميز هذه الأمة.
وبالوحدة نستطيع أن نحقق كل شيء، ويفشل الجميع في أن يعرقلنا عن ذلك. إن وحدتنا وتكاتفنا هما اللذان أكسبانا كل نصر وكل إنجاز. وفي 15 من تموز توحد الشعب ضد الانقلابيين فأحبطنا الانقلاب، وبإذن الله تعالى سنعمل في المستقبل حتى لا نترك مجالا للاختلاف والتفرقة، وسنواصل طريقنا نحو المستقبل. إخوتي الأعزاء، أقول لكم علينا أن نكون شعبا واحد قويا متيقظا متآخيا لنكون تركيا الواحدة الموحدة. هذه هي القضية. إن أمانة السلطان سليم الأول وأجدادنا أمانة في أعناقكم. علينا أن نحافظ على وحدتنا، وما زال العدو يبث الفرقة بيننا. بعضهم يحاول بث الفتنة السنية العلوية، بعضهم يحاول إحياء فتنة بين الأتراك والأكراد، بعضهم يؤجج فتنة الرجعية والتقدمية، بعضهم يؤجج فتنة اليمين واليسار. نحن واجهنا الكثير من الفتن في الماضي وجعلوا من الأخ يعادى أخاه، ضربوا هذا بذاك وقتلوا هذا بيد ذاك، وإننا في 15 من تموز أحبطنا تلك الخطة الحقيرة بفضل هذا الشعب العظيم، بفضل هذا الشعب القوي. هذا الشعب نفتخر به. بمن سنفتخر؟ بهذا الشعب فقط. لقد ضحى هذا الشعب بروحه وبدنه، وواجه دبابات ذلك المشعوذ الذي يقيم في بنسلفانيا. نزل المواطنون مهما كانت أعراقهم، نزلوا إلى الشوارع لإحباط الانقلاب. وأنا أقول لبعض الذين سلموا إرادتهم لمشعوذ بنسلفانيا، أقول لكم تحرروا وسلموا أمركم لله. هذا هو الفرق بين المغرر بهم وهذا الشعب الواعي. إن القوات المسلحة التركية هي صمام الأمان في هذا البلد، وكان الانقلابيون يظنون أنهم اخترقوا المؤسسة العسكرية وسيسقطونها، ولكنهم فشلوا. وعندما فشلوا في ذلك بدأوا يحركون التنظيم الإرهابي الانفصالي، ورغم كل ذلك فإن تركيا تواصل معركتها ضد الإرهاب. وقد بدأنا عملية الجرابلس، فبدأوا عمليات إرهابية. بالأمس حاولوا اغتيال رئيس حزب الشعب الجمهوري في مدينة أرتوين السيد كليشتار أغلو. في 7 أغسطس كان معنا في تظاهرة يانيكابي، وكان معه رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس حزب الحركة القومية وقائد الأركان العامة وثلة
من منظمات المجتمع المدني. ذلك المشهد في ميدان يانيكابي، مشهد المصالحة الوطنية، أزعج الكثير، ولذلك حاولوا اغتيال كلشدار أوغلو. وأنا أدعو أدعو الله تعالى أن يحميه على موقفه الوطني، وأشكره على ذلك الموقف. أترحموا على شهدائنا من العسكريين، وأدعو بالشفاء العاجل للمصابين، وأذكركم أيضا بأن أترحم على شهداء العملية الإرهابية التي شهدناها صباح اليوم، وأدعو بالشفاء العاجل للمصابين في عملية جزرة الغادرة. إن التنظيم الانفصالي الإرهابي قد حفر الخنادق منذ فترة ليسيطر على المنطقة، ولكنه فشل في ذلك. لقد أفشلناهم وهم ينتقمون الآن. يوم الأحد سأذهب إلى مدينة غازي عنتاب، سأذهب لتعزية ضحايا العملية الإرهابية، سأذهب لأعزي أهالي الشهداء والجرحى. علينا ألا ننسى. بايلما بايلما شوري بي كوريدور اتش بي كوريدور اتشالم. أدعو الممرضين لإسعاف هذا السيد، يبدو أنه قد أغمي عليه. تعالوا انقلوه إلى هنا إلى المنصة. إخوتي الأعزاء، عليكم ألا تنسوا إن الزعيم إذا اختبأ وراء الصخرة فإن الشعب والجيش سيختبئ وراء الجبل. هذا ما قاله كبراؤنا، ولذلك فعلينا أن نسير، علينا أن نتقدم، علينا أن نواجه الهجمات، ولذلك علينا أن نواصل عملياتنا في شمال سوريا حتى نقضي على كافة التنظيمات الإرهابية هناك. إن تنظيم PKK وداعش وجماعة جولان الإرهابية، أقول لهم إن هذه الهجمات التي يقوم بها الإرهابيون من PKK وجماعة جولان، أقول لهم اعدلوا عن ذلك، فإنكم لن تنالوا من تركيا. أقول لكم اتركوا هذا الشعب وشأنه، كفى سفكا للدماء في تركيا، كفاكم سفكا للدماء في سوريا، كفاكم سفكا للدماء في العراق، كفاكم سفكا للدماء في تونس وليبيا وأفغانستان ومصر وفلسطين. كل الناس يعرفون أن الدماء التي سفكتموها في باكستان تكفي. جاءتنا رسالة، جاء الآن يشارك معنا زعيم أو رئيس ولاية البنجاب بباكستان. أشكره على مشاركته لنا هذا اليوم. أقول للإرهابيين انسحبوا من هذا البلد. إن شعوب المنطقة إذا تركت في وشأنها فإنها تستطيع أن تحقق السلام والأمن والتنمية.
اتركوهم وشأنهم. لا تنسوا أن أشد حلكتي أشد لحظات الليل حلكة هي أقربها إلى الفجر، ولذلك فنحن في تركيا نعمل وما زلنا نعمل من أجل خدمة كافة تركيا شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وأنا أتمنى أن يحل الأمن والسلام في كافة أنحاء العالم، وأنا أدعو الجميع في العالم ليشاركني هذا النداء. لا تنسوا يا إخوتي الأعزاء، سنواصل السير معا، لن نتوقف، سنواصل السير في هذا الطريق. وفي هذه المناسبة أريد أن أبشركم الآن علينا أن نكون عادلين ومنصفين، وبإذن الله تعالى وفي 21 من أغسطس سيكون عبور الجسر مجانا حتى 31 من أغسطس. أبارك لكم هذا الجسر الجديد، وبإذن الله تعالى سيكون العبور مجانا حتى ليلة 31 من شهر أغسطس. وفي أقرب فرصة سنواصل تعبيد الطريق السريع، وأشكر كل من شارك في إنشاء هذا المشروع. أبارك للحكومة، أبارك للشركة المنفذة، أبارك للعمال والمهندسين والفنيين الذين شاركوا في إنشاء هذا الجسر، وأشكر الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا، وأشكر الدول التي شاركتنا هذه المناسبة. أحيي أحييكم بمحبة وباحترام، وأقدم هذا الجسر هدية لشعبنا، وفي أمان الله.